تحضيرا للقمة شاهدتم كل ما يبذل من جهود سواء من طرف السيد رئيس الجمهورية ومبعوثيه لدى كل القادة العرب وانعقاد المنتدى وهران للمجتمع المدني ونجاح هذا المنتدى الذي ينعقد لأول مرة في تاريخ جامعة الدول العربية. هناك كذلك جهود تؤوبة من أجل عمل دبلوماسي كبير أطلقه السيد رئيس الجمهورية والرامي إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني من خلال مؤتمر أو اجتماع قد يعقد لاحقا في الجزائر قبل انعقاد القمة العربية، وذلك تهيئة لأجواء وتسهيلا للوصول إلى وحدة عربية تدعم الوحدة الفلسطينية وتجعل من قمة الجزائر مناسبة لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.